في سبيل ترقية المطبخ الجزائري والوصول به نحو العالمية، ومن أجل بعث السياحة بالجزائر، قامت المنظمة الجزائرية للتراث والسياحة والصناعة التقليدية بتوقيع اتفاقية توأمة مع الرابطة العالمية لخبراء الطهو والماستر شاف أستراليا لجعله أكثر ديناميكية في الاقتصاد الوطني. باش نخدموا على الموروث التراث الجزائري بور لاميليوري وتقديمه بطرق متطورة وطرق علمية جديدة إن شاء الله. الإضافة اللي ممكن نقدموها للطبخ الجزائري هو النهوض بالموروث الغذائي الجزائري للمراتب العالمية، فهمتني؟ معناتها الموروث هو بيده من غير من غيره، أما باش يتقدم بطريقة عصرية وبطريقة علمية. المنظمة الجزائرية للتراث والسياحة والصناعة التقليدية في إطار تشبيك العمل الجمعوي وفي إطار الرقي بالتراث الجزائري والرقي بما يزخر به المطبخ الجزائري، ارتئينا إلى عقد هذه الاتفاقية التي ستقدم الكثير للمطبخ الجزائري الذي نريد من خلاله الرقي به إلى مصاف العالمية. اتفاقية تهدف لتطوير مهارات الطهاة الجزائريين عبر تنشيط دورات تكوينية عالية المستوى وتنظيم أيام دراسية من أجل صقل مهاراتهم أكثر. وهذا شيء يزيدني فخر أنه بإذن الله نحاولوا أنه نديروا تغيير أو نديروا تطوير أو نديروا تنشيط للسياحة الداخلية من باب هذا يعني اللي هو الطبخ أو المولود اللامادي الجزائري. لنا عظيم الشرف أنه هذا اليوم كان هنا مع شركاء اللي هم ساعدونا بزاف. يوصل أصحاب الهمم كذلك بسحر أيديهم ذوق المطبخ الجزائري نحو العالمية. الحمد لله اللي ربي وفقنا، ومن بعد الحادثة نقوله بس كنت صافي 8 شهور ملي درت الحادثة تاعي وكملت في المجال هذا، لأنه الحمد لله بفضل الله. وحاجة واحدة أخرى، كنت كضيف شرف في المؤتمر العالم العربي، وحاجة ثانية أني نشوف في الجزائر الآن الطبخ الجزائري رو ما بين كما يقولوا مكلاسي مع لي ميور بلا في لو موند اونتي. وعلى هامش هذا الحدث تم تكريم عدد من رواد الطبخ الجزائريين الذين استحقوا لقب شاف من طرف المنظمة الجزائرية وكذا من طرف الرابطة العالمية. هذه الاتفاقية تفتح آفاقا عالمية واسعة أمام السياحة الجزائرية من باب المطبخ الجزائري.